حوار اليوم صباح الخير، اليوم مع سمير حسن المحلل السياسي. صباح الخير. صباح الخير. كان اللبنانيين يترقبون وينتظرون حكومة قبل الرابع من آب. أتى الرئيس ميقات الرئيس المكلف وقال أنه لا حكومة قبل الرابع من آب، وفتح منذ ذلك الحين الباب أمام تغييرات حكومية. اليوم هل عدنا كما توحي الأجواء إلى مربع العرقلة أو مربع عدم التأليف والمشاكل؟ بعتقد يعني كان في كتير استعجال، يعني جرعة التفاؤل لمجرد التكليف كان مبالغ فيه. إعادة ترميم الثقة أنا أعتقد كانت تحتاج إلى وقت، وهذا ما بدأه الرئيس نجيب ميقاتي في السابق أو التجربة السابقة بين الرئيسين ميشيل عون وسعد الحريري، افتقدت إلى الثقة، وكان مسبقا هناك موقف من كلا الرئيسان. لذلك الرئيس ميقاتي بدأ بناء ثقة، وهذا كان يحتاج إلى وقت. الاستعجال بالتأليف عبر يعني 4 آب، أنا أعتقد استنتاجات إعلامية صحفية، أمنيات ربما تكون الحاجة لدى الناس الآن على وقف الانهيار، الاستجابة لحاجاتهم ضرورة. ولكن ما جرى طيلة الأشهر الماضية هذا يفرض أن يكون هناك على الأقل إعادة بناء ثقة، وهذا يحتاج إلى وقت. لذلك أعتقد المبالغة، أو حتى اليوم كل ما قيل في الصحف أو يعني عبر المحللين لا تزال في إطار الاستنتاجات. المناخات جيدة جدا، جرعة التفاؤل عالية، أعتقد يعني تصل لحدود 60-40، ولكن من البديهي خاصة في بلد يعيش هذا الانقسام، هذا الانهيار، هذه الخلافات، التراشق بين كل القوى السياسية ليس بهذه البساطة. على الأقل أنا حتى كنت أتحدث في السابق، واحدة من أهم عوامل النجاح إعادة ترميم الثقة. لذلك الآن كل ما جرى يشير إلى مرونة من كلا يعني الرئيسين، فخامة الرئيس ميشيل عون ودولة الرئيس نجيب ميقاتي، وهذا مؤشر مشجع. كنت عم تتحدث عن الوقت وتقول أنه إعادة الثقة بحاجة إلى وقت، ولكن اليوم هدرنا الكثير وكل لحظة هي ثمينة بمسار التأليف المرتبط أيضا بالمسار الذي ستسلكه البلاد. يعني بالتالي الوقت منه مفتوح أمام الرئيس ميقاتي. ربما الدول المعافية عندما تتعرض إلى انتكاسات تكون هناك مسارعة، يكون هناك ارتقاء إلى حدود المسؤولية، ولكن هذا لا يتوفر في بلد ينزلق باتجاه التفكك، باتجاه الأزمات. كنا في أزمة نظام كل ما كان يقال، بتنا الآن أمام أزمة أخلاقية، حالة التفلت، حالة عدم انتظام المؤسسات، ما نشهده من استغلال للأزمة اقتصادية، احتكارات، تهريب، يعني هناك أزمة كبيرة جدا. لذلك أنت لا تتحدث عن أزمة حكومية طارئة وواكبة يعني فورا محاولة لتشكيل حكومة أخرى. هذه في الدول الطبيعية المعافية، نحن نعيش أزمة قد يعني تعطي مؤشرات سلبية، يعني قد ينزلق البلد باتجاه أزمات فوضى اجتماعية وما شابه ذلك، وخاصة حجم التدخلات يعني أيضا كبير، هذا يحول دون الاكتفاء فقط بالمبادرات الداخلية. كل ما يجري في الإقليم، إقليم مضطرب، تناقضات لا تزال قائمة، الحديث عن التسويات الكبرى أيضا نوع من التبسيط في المنطقة. بس بدأت تتقدم، يعني يقال أن المسار على سبيل المثال السعودي الإيراني بدأ يتقدم ويحظى بإيجابية معينة، الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران لن ننتظر إلى ما لا نهاية، يعني في عجلة معينة في هذه محاولة التسوية الإقليمية والدولية. بس هون بمعرفتك بالرئيس نجيب ميقاتي، سيلتزم مدة زمنية معينة يعني للتأليف، أم أنه ما في سقف واضح حتى هذه الساعة؟ بالدرجة الأولى هو سارع إلى تحمل المسؤولية، ومن يتحمل المسؤولية في هكذا أزمة وظروف صعبة، اضطراب في الإقليم، تناقضات في الداخل، مش بس يعني تناقضات، تفجرت كل التناقضات، عندما يتحمل هكذا مسؤولية. هو كان في السابق يعني حريص جدا على أن لا يتقدم باتجاه هكذا خطوة
إلا في حال توفرت شروط التعاون. هو كان يريد تعاون حقيقي وجدي، لذلك الحديث عن المواقيت ووقت ما بعتقد، بعتقد في مساعي، في جهد جدي، ويعني حتى الآن هو يرى أنه المناخات كتير إيجابية، ولكن ليس بهذه البساطة. أنت تتحدث عن قوة سياسية، يعني شوف كل ما يطرح الآن وما طرح في السابق هو ليس إجماعا على خطة إنقاذ، ليس إجماعا على رؤية واحدة، بالعكس الآن الحديث عن الحقائب، عن الحصص، عن للأسف يعني. لذلك كل ما يقوم به الآن محاولة جدية على الأقل فرملة الانهيار. لذلك أعتقد وضع مواقيت و أيام أسابيع سيكون أحد الضغوطات النفسية، أنا أعتقد لا يجب أن يكون علما يعني أنه لا يمكن أن يطول الأمر برئيس الانتماقاتي ويعتش بتساعد الحليل، ليس هذا المطلوب اليوم. عفوا، يعني لا يجب أن يطول الوقت إلى ما لا نهاية ويعيد تجربة سعد الحريري، لأنه ليس هذا المطلوب اليوم، لا يحتمل البلد مزيد من التأخير. لا، من خلال السلوكات اليومية، يعني كل يوم يعني شفنا نحن تكرار الزيارات، هذا حرص، بس نحن نتحدث عن بلد يعيش انقسام، يعيش أزمات، يعيش انهيار اقتصادي، وضع معيشي حوالي من التفلت. طيب على هنا يرى نجيب ميقاتي نفسه رجل هذه المرحلة؟ هو لو لم يكن هناك يعني او لو اخذ ضمانات، هيدي ضمانات اقليميه ودوليه، يعني انا تعبير الضمانات وكذا، هو يعني شاف توفر له عده عناصر. أولا الحماسة الفرنسية، الحماسة الآن في حماسة الآن فرنسية، بس كانت موجودة لسعد الحريري الحماسة الفرنسية ولم تفلح بأي شيء. شوف أنا بدي أقولها من هيك مع بعضهم بعدين، يعني اللي في حماسة فرنسية، في مرونة أمريكية، في حرص لأنه كان عند الأمريكان أنه أن يكون هناك في حكومة، وحاولوا الأمريكان مع الفرنسوية، عقد عدة لقاءات حتى جرى في اللقاء بالسعودية عبر السفراء لتقديم شيء ما على المستوى الخدمات الإنسانية. هناك خشية من الغرب بأن ينزلق لبنان باتجاه الفوضى أكثر. ربما كان ترامب أميل إلى معاقبة لبنان سريعا ودفعه باتجاه الفوضى والانهيار. ربما جو بايدن يعتمد الآن استراتيجية مختلفة، علما غير واضحة، دبلوماسية مختلفة. ربما هذه المرونة مع الحماسة الفرنسية، مع التريس بالمملكة العربية السعودية، عناصر شجعت. والعناصر الأكثر والتي كان يلح عليها الرئيس نجيب ميقاتي هو أن يكون في تعاون في الداخل. التعاون في الداخل أنا أعتقد هو الأهم، لأن الحديث دائما عن الغرب، عندما تتحدث أنت الآن عن محاولات فرنسية فقط لا يكفي يعني. وأنا أعتقد يجب أن تكون المبادرة من القوة لبنانية، يجب أن يكون هناك تحمل مسؤوليات وطنية دون دائما المراهنة على الخارج، هذا رهان غير واقعي. بكل الحالات إذا اجتمعت الدنيا الآن وقررت أن تقدم خدمة أو خدمات إلى لبنان والقوى تتناحر وتتراشق، ويعني ما بعتقد يعني أنت تحتاج في الداخل إلى تهيئة بيئة على الأقل لتتلائم مع الحماسة الخارجية. بكل الحالات الآن يعني، لأنه حتى في السابق عندما جرى الحديث عن الضوء الأخضر الأمريكي ما كان واقعي، لمجرد أن بادر الفرنسي بالمرحلة الأولى وطرح الدكتور مصطفى أديب، الأمريكي سارع فورا إلى وضع العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فينيانوس، ثم بالتكليف للرئيس سعد الحريري أيضا جاءت العقوبات الأمريكية. أنا أعتقد إذا كان تطويق للمبادرة الفرنسية، ربما الآن بعد يعني تغيرت لربما القناعات أو يمكن المسار الإقليمي والدولي. لا لا، حتى الاستراتيجية الأمريكية يعني هناك فارق يعني كثير كبير بين ترامب وبين جو بايدن، تعاطيه مع المنطقة مختلف. علما أنه الملف اللبناني ما كان من الأولويات الأمريكية، هو مؤخرا عاد هذا الملف إلى الواجهة بعد ما كان لبنان يدخل أتون الانزلاق الرسمي.
يعني أعتقد الخشي من أن يدخل بالفوضى، ولكن هذا له علاقة بالاختلاف في الرؤية لدى الرئيسين الأمريكيين. يعني ترامب كان أميل إلى أن يدخل لبنان الفوضى والانهيار، جو بايدن على ما يبدو رهينه على التسوية في المنطقة، هو أميل إلى ترميم العلاقات في كل المنطقة، هو أقرب إلى المزاحمة على النفوذ. الآن في تبدلات حصلت في كل المنطقة، لم يعد الأمريكي وحيدا يقرر. يعني الآن التشارك الآن عبر الصعود روسيا الصين، في دول كبيرة الآن تتشارك مع النفوذ الأمريكي في المنطقة. بكل الحالات ربما يعني الرغبة بأن لا ينزلق باتجاه الفوضى والمحاولات أن يكون هناك على الأقل وقف للانهيار وتقديم المساعدات الإنسانية، هذا كان يعني مطروح. الرغبة الآن بأن تكون هناك حكومة مسؤولة أيضا، هذه كلها عوامل شجعت. الرئيس ميوتي وجد هناك عدة عوامل، ولكن رهانه الأساسي هو أن يكون هناك تعاون في الداخل. وأنا أعتقد الآن نحن أمام فرصة حقيقية جدية لوقف الانهيار. أنا لا أريد التعاون يجب أن يكون متبادل بين الطرفين، بس هون كمان اسمح لي إذا بدي اقتنع معك بالحماس الفرنسية مقرونة بالمرونة الأمريكية وخشية الغرب من انزلاق لبنان وتعاون الداخل. في نقطة تحدثت عنها، تريث المملكة العربية السعودية. مصادر الأيام الماضية تتحدث عن أنه المملكة العربية السعودية ترى في نجيب ميقاتي وحكومة نجيب ميقاتي 2021 شبيهة لحكومة نجيب ميقاتي 2011، أي أنها حكومة حزب الله. ومن هنا كان في استدعاء على عجل للسفير وليد البخاري للذهاب إلى المملكة العربية السعودية بالساعات الماضية. غريب يعني التناقض بالمواقف السعودية لدى المملكة العربية السعودية. هي كانت تأخذ موقف سلبي من القوى التي تدخلت في المنطقة، بينما الرئيس نجيب ميقاتي في تلك المرحلة هو طرح مسألة النقي بالنفس والابتعاد عن لعبة المحاور. بكل الحالات أنا أعتقد المملكة العربية السعودية منذ أن سحبت الوديعة، يعني نحن الآن نقارب يعني حوالي 5-6 سنين أو أكثر، هي لم يعد لديها نفس الاهتمام على فكرة. نعم أكيد كان هناك موقف سلبي بالمطلق من الرئيس سعد الحريري، هذا يجب أن لا ينطبق على الآخرين. ربما هي تشترط بأن يكون هناك حكومة ذات معايير مختلفة، ما بعرف شو هي، ولكن حتى الآن كل المؤشرات تؤكد أنه المملكة تتريس بدها تشوف شكل الحكومة، بينما مع الرئيس سعد الحريري كان في موقف حاسم يعني مسبقا. تتريث بدها تشوف شكل الحكومة، يعني تتريث بدها تشوف حجم مشاركة حزب الله في هذه الحكومة، هذا المقصود ممكن يعني أحد يدري نجيب ميقاتي هون المأزق. الرئيس أولا بشكل أساسي عندما يتحدث عن التعاون بالداخل بالتأكيد هو لن يبحث عن أسماء نافرة، لن يبحث عن يعني شكل يشير إلى شخصيات حزبية، يعني ولكنه لن يلغي وجود حزب الله. شوف حزب الله هو أحد المكونات الأساسية، يعني هذا واقع، هو يعني يتمثل بكتلة كبيرة يحظى بتأييد شعبي. يعني عندما نريد فقط التحدث بهذه الطريقة نكون غير واقعيين. أنا أعتقد أكثر مش هذه الطريقة، أنا أقول انطلاقا من شو بدأ المملكة العربية السعودية بشكل أو بآخر. نعم أعتقد تكمن الأهمية الفرنسية بأنها تعاطت مع الواقع، يعني ونحن شفناه باللقاء الأول مع الكتل بأصل الصنوبر كانت واقعية يعني. ولكنها تعانت سمير، لكنها تعانت من هذه القوة، يعني بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى عندما يكون هناك تشجيع غربي، يعني أنت لما بتكون أمام جرعة تفاؤل وبتيجي العقوبات الأمريكية هذا يشجع القوى في الداخل يعني أن تستثمر بهذا التدخل. نعم ربما كانت الحماسة الفرنسية بالرغم من أنه لم تكن واقعية بالمعنى المقاربة، إنما كانت واقعية بمعنى التعاطي مع القوى. نحن بالغنا أكثر يعني مما طلب. الفرنسيين تعاطوا مع الكتل النيبي، اجتمع فيهم وشايفهم لهم، هذا لا يعني بأنه هناك حكومة أخصائيين وتكنوقراط وما بعرف. نحن بدأنا بالاجتهادات، عندما التقى الرئيس مع القوى السياسية هذا اعتراف، وعندما يلتقي بالحج محمد رعد هذا تأكيد أنه هذا الواقع يجب أن يتعامل مع القوى الموجودة. نحن ترى نتحدث عن الديمقراطيات وعن هذا فريق ممثل بمجلس النواب عبر يعني
يعني تأييد شعبي وازن. أنا عم أقول نحن الآن حتى لا نعود إلى المراوحة أو نستمر في حلقة مفرغة، بالدرجة الأولى يعني لم يكن الموقف الأمريكي مشجع، وآنذاك كان ترامب على ود يعني مع محمد بن سلمان، لذلك كان التناغم يعطي قوة للتعطيل أكثر. الآن التباين واضح، كلاهما يعني أعتقد الخلافات بالكثير من ملفات المنطقة. بكل الحالات يعني ما كان في تلك المرحلة يجب أن لا يعني يعمم الآن، يعني خلينا نقول نحن في مرحلة ربما كان الرهان أيضا عند بعض الدول أنه في قدرة على تغيير الوقائع من خلال العقوبات، الحصار، الضغط المستمر، ستكون هناك تحركات. وعلى كل حال طالما حكيت على الأوبئة بدي أرجع لهذا الموضوع من بعد اللي صار امبارح في هذا أوروبيا. فشل. لذلك أنا بعتقد يعني عم بعتبر اليوم أنا أنه الحماسة الفرنسية مع شخصية مثل حكيت الرئيس نجيب ميقاتي لم ينخرط في لعبة المحاور، لم يكون يعني على الأقل يتموضع. هيدي واضحة، بس اسمح لي كمان طالما حكيت عن فرنسا ورئيس نجيب ميقاتي بدك تسمح لي أنقل بوضوح الناس. نعم أسمح لك. لأنه فعلا اليوم إذا عم تحكي عن تناقض المملكة العربية السعودية، في تناقض غربي أيضا. يعني لما الغرب يريد القضاء على الطبقة السياسية التي يعتبرها طبقة سياسية فاسدة، في الرئيس نجيب ميقاتي هو جزء من هذه الطبقة السياسية الفاسدة بنظر الكثير من اللبنانيين، تبعا للملفات يلي مفتوحة ضده، تبعا لكونه هو كان بحكومة يلي أدخلت النيترات إلى لبنان. في كثير علامات استفهام كيف يعيد الغرب تجربة مع نجيب ميقاتي. أولا الرئيس نجيب ميقاتي لا يمتلك يعني كتلة كبيرة أو قوة سياسية كالآخرين. يعني أنا أعتقد الغرب هو من شجع الطبقة السياسية على الاستمرار في الفساد وأغرقهم بهذا السلوك، يعني وإلا ما معنى هو ذاته اللي اقتنع بنجيب ميقاتي. طول بلا نجيب ميقاتي الآن حجة للإنقاذ وليس يعني مسألة أخرى، لأنه ليس من القوى السياسية التي كانت يعني لاعب في البلد من سنة 90 وليس فقط بس من 92. إنه عنده نواب وأتى بحكومتين وكان كانت من أول تجربة بال 2018 هو معه ثلاث نواب، معلش هو كان وحده، هو منذ أن دخل المعترك السياسي هو بال يعني الانتخابات النيابية سنة 2000 هو جاء ضمن الائتلاف اللي كان في المدينة، لم يطرح نفسه بديلا أو لم يطرح نفسه بأنه حالة مختلفة. هو كان بالانتخابات، حتى بالانتخابات بال 2004 البلدية شارك ضمن ائتلاف، بال 2005 قالوا له في إمكانية أنت ما تترشح تعمل حكومة انتخابات، أيضا نقى بنفسه يعني وما ترشح. في كتير عوامل، لا هو شخصية مختلفة. على موضوع الفساد وما الفساد، أنا أتمنى يعني هذا الموضوع أن يدخل في مقاربة حقيقية جدية، لأنه أنت بتعرف هذا موضوع استهداف سياسي، كونه كان دائما أحد الشخصيات المطروحة ولا حضورة الوزن. الفرنسي الآن هو يريد الآن البحث على شخصية وزنة. يعني أنا ما احترمي إذا بتخليك في لك الفكرة طول بقى أحكي شيء ما بدنا أخلص لك إيه. يعني معنى الشيء اليوم ببلد مثل لبنان ميزته هو السياسي، يعني ميزته شوف حتى لبنان لما بيتحدثوا انه يعيش هو على السياحه وما شابه ذلك، لبنان بيعيش على شغلتين، على المال السياسي وعلى تحويلات الاغتراب. يعني هذا بلد سياسي بامتياز، لا تستطيع انت ان تقوم بتجربه تجيب شخصيات يعني غير مجربه، يعني مثل التجربه يعني السابقه. انا دائما كنت اميل الى ان يكون هناك في شخصيه سياسيه على الاقل يعني لها حضور يعني وزن. على سبيل المثال أنا أعتقد رياض سلامي كان يتعاطى مع حكومة الرئيس سعد الحريري بناء من الهيبة، بينما مع حكومة الرئيس حسان دياب مع احترامنا له ما عاد في شيء. لذلك الآن البحث عن شخصية قادرة يعني أن تلعب دورا مش للإنقاذ، الإنقاذ هذا يحتاج إلى إجماع وطني، يحتاج إلى تغيير في الذهنية في السياسات المالية. حتى بالحديث عن صندوق النقد، أنا مش هذا الحكي دولة بتعيش بالاستدانة، أنا ماني معه، أنا مع الدول التي تبحث عن المعالجات التقليدية بما هو
متاح يعني والممكن. بكل الحالات الفرنسي قام بتجربتين ما زبطوا معه. ماكرون مش بس هيك محبة هو أيضا هو هذا البلد اللي ساحة لجزية على المتوسط عينه عليه يخشى من تدخلات دول إقليمية وغيرها. شفنا هذا الصراع على المرفأ وأيضا يريد نجاحا سياسيا له بالداخل الفرنسي. وجد بشخصية الرئيس يعني الميؤوتي هذه المواصفات. وأيضا الرئيس ميؤوتي لم يكن حولي نافرة أو لم يكن هو على خلافات مع بقية القوى، ليس لديه لا حزبا ولا تنظيما ولا هذه العوامل بتساعده. ايه بس انه نجيب ميقاتي عنده مشكله مع الناس، عنده مشكله ثقه مع الناس. عم بتقلي بده يرجع ياخذ الثقه ويبني جسور الثقه بس ما مع الناس. عنده ثقه مع الناس شو ما بعتقد؟ في 500 دولار الخليوي، في 1000 ملف. شوف معلش خلينا مشكله بين الناس ونجيب ميقاتي فيها. انا بشوف خلينا نجيب العقود، يعني خلينا نشوف العقود. ما عنده مشكله لا مع الناس ولا مع شيء، بالعكس هو اكثر الشخصيات اللي بيشبه طرابلس وتاريخه، يعني شخصيه بالعكس يعني قد يكون الشخصية الوحيدة هو الآن اللي بتتوفر، يعني ما عنده ارتباطات بالمعنى الإقليمي الدولي الاصطفافات. لذلك هو فرصة الآن ونحن عم نشوفها بالسلوك بالتعاطي مع فخامة الرئيس، شخصية مرنة، شخصية عنده رغبة بالإنقاذ. يعني نحن هلأ الآن عم نلمس قديش في قدرة للتعاون أيضا. مشان هيك أنا كنت عم أقول هذا من مناورة تعتبره؟ لا أطلاقا أبدا بهذا أطلاقاً. الصدق هو نجيب ميقاتي في التعامل. شوف أحد ضيوف على حفلة توكن يقول أنه نجيب ميقاتي ليس شخص جدير بالثقة. شوف أنا شو بدي، كل واحد يحكي حر اللي بده يحكي. أنا بعتقد التجارب اللي نحن عشناها، حتى إذا بدك عيش أنت التجربتين اللي هو بال2005 وبال2011 عندما يعني دخل النازحين. شوف أول شغلة هذا الموضوع كمان بده مقاربة مختلفة تماما. يعني كل الاعتقاد كان في تلك المرحلة عندما بدأ الربيع العربي أنه دخلت المنطقة في عين العاصفة، لم يكن ممكن أن يعني حدا يمارس سلوك نوعا ما إلى التجنب أن ينزلق لبنان إلا هكذا. موضوع المزايدة معلش منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول أصحاب السلطة والقرار في هذا البلد كانت تعمل وتعبث في الساحة السورية وفي غيره. ماذا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك؟ وهو حاول أن يقول أنه تدخل القوى في لبنان سلبا ولا إيجابا لن يغير شيء، بل ما نترك هذه التداعيات أن تنتقل إلى الساحة اللبنانية وننقل هذا الصراع. تعالوا نشوف بالمعنى الإيجابي كيف ممكن نحن نستخدم الحياد أو الوسطية دون الانخراط في يعني موضوع يختلف. الآن إذا كل واحد بده ساعة يقول يعني يلاقي زرائع، كل الطبقة السياسية الآن اللي عشت بالواقع اللبناني، كل القوى السياسية يعني بالآخر ما بيطلع في حدا. الآن أنت تبحث على من تتوفر فيه الشروط يعني على الأقل للتعاطي مع القوى السياسية. تحتاج إلى مرونة، تحتاج إلى نوع من الحكمة. أنا أعتقد الفرنساوي هو ليس محبة ولا شيء، وجد أنه هالشخصية الآن تتوفر فيه بعض العوامل اللي ممكن على الأقل لأنه لا يحسب بين القوى السياسية التي تعيش يعني حالة الانقسام. بس في شيء لفت قلته حضرتك أنه اليوم لا نستطيع أن نأتي بشخصيات غير مجربة. يعني صار نادي رؤساء الحكومات السابقين هو يلي حامل هذا الموضوع وبفلك وبدوره كرؤساء الحكومات. إذا مش سعد الحريري نجيب ميقاتي، إذا مش نجيب ميقاتي تمام السلام، إذا مش تمام السلام فؤاد السنيورة، بقرروا بخيطوا مع رئيس نبيه بري وبيفرضوا. شوف يعني كمان خليني أقول لك أكثر من هيك. أولا الآن واقع البلد يعني معلش واحد هذا عمل كتلة هون هذا عمل كتلة هون تحولت إلى منصة سياسية بدل من أن يكون هناك في خلينا نقول صعوبة بتوحيد الرأي أو وجهة النظر باتجاه واحد. الآن في إمكانية أن تتعاطى مع واقع محدد، يعني أنا بقصد رؤساء الحكومات على الأقل أنه هي أصبحت منصة سياسية مثل حكاية بقية الأفريقاء. كان الحديث أنه من يسميه الرئيس سعد الحريري نحن بنمشي فيه. يعني أنت قبل ما تروح دغري تهجم على نادي رؤساء الحكومات السابقين يا أخي، كان الحكي حفاظا على التوازن بالبلد، حفاظا على يعني على الأقل
استدراك ما يمكن استدراكه، لأنه يعني تجربة الرئيس حسان الدين لم تكن يعني مشجعة، وأنا لا أحمله على فكرة يعني مسؤولية. بالدرجة الأولى القوى السياسية ما تعاونت معه بالدرجة الأولى، وهن يلي حرقوه يعني أتوا فيه لا يحرقوه، وهو لا يمتلك قدرة على المبادرة وكذا. بس أنا طيب يعني بس خليني أقول لم يتعاونوا معه للرئيس حسان الدين. هيدي التجربة الآن حتى وحتى قبل ما يستقيل، قبل ما يعتذر رئيس سعد الحريري، قبل ما يعتذر يعني كان يقولوا له يعني إذا ما أنت سمي حدا، هناك توازنات في البلد، نحن ما كتير بدنا نروح إلى المبالغة بالقراءات في واقع بهذا البلد. أنت الآن تحتاج إلى شكل من أشكال التعاون بدل من أن يزداد هذا الشرخ ويتعمق أكثر. أنت الآن تحتاج إلى قوة على الأقل لديها القدرة على التعاطي مع بقية القوى السياسية يعني. لذلك التصويب فقط على رؤساء الحكومات أو قرار دار الفتوى، يا أخي عم يحطوا المرجعيات الدينية خط أحمر على مدير عام، على مدير عام عم يحطوا خط أحمر. إذا كان دار الفتوى أو نادي رؤساء الحكومات حط خط أحمر على رؤساء الحكومة، يا أخي معلش على مدير عام عم يحطوا خط أحمر. هذا واقع البلد. هو ما واقع بنقدر البلد استاذ سمير انه اطحنا بعرض الحائط كل ما يطلبوا به اللبنانيون. لا لا انا وعم نستفز اللبنانيين يوميا بيومياتهم عندما نرجع نجدد هذه الطبقه السياسيه. من يجدد هذه الطبقه السياسيه؟ من يجدد لها؟ شوف حتى الان للاسف، حتى الان للاسف كل ما جرى من 17 تشرين حتى الآن لم ينتج هذا الشارع حولة معارضة حقيقية. يا أخي طيب ها أنا بدي أسلم معك، اللي بهالبلد مين الموالاة ومين المعارضة؟ اللي مين؟ لليوم إذا أنتجت حالة معارضة مثل ما صار ونزلوا قدام بيت حسان دياب آنذاك، رح خلص رح يقولوا لهم مثل ما بدكم ومش الحال ونجيب ميقاتي ليس برئيس حكومة. هذا الشيء شوف شوف بدنا نسلم إنه الانتخابات النيابية هي المعمل الأساسي للتغيير. لك صديقي حالات المعارضة لا يعني تعمل ب إيعاز. المعارضة أو الثورة هي يعني تعبير عن حالة تمرد عند الجماهير، وليست يعني بالشو اسمه بالتوجيه يعني. يعني ربما أنا حتى ما كتير يعتبروا متحامل عليهم، ربما كانت حالة اعتراض، ربما كانت حالة احتجاج، ولكن إطفاء القدسية وتحويلهم إلى ثورة، الثورة لها شروط مختلفة تماما. يعني هم الآن يتحدثون عن الدعم الخارجي لتغيير وقائع الانتخابات. حتى الآن لن تتغير نتائج الانتخابات حتى الآن، وسيتم إعادة تركيب نفس السلطة. مش لأنه أنا هيك بتمنى، أنا الآن كمحلل أنا عم شرح قدامي المشهد. ربما تكون هناك حالات عزوف عن الانتخابات، نسب الاقتراع يعني ممكن تكون كتير منخفضة، ولكن حتى الآن لم ينتج الشارع حالة وطنية تعبر عن معارضة حقيقية. يعني أنت بتيجي الآن بتقلي واحد ورث العمل السياسي من بيت يعني من 100 سنة الآن يصنف حاله أنه هو مع الثورة، معلش يعني الآن يعني أنا أعتقد كان يجب أن يكون هناك حراك من نوع آخر تعبيرا عن الواقع وأزمته، مش أن يكون حراك يولد من رحم السلطة. الآن ما يجري هو صراع بين السلطة. حتى عندما يتحدثون عن الخلل الأمني بيقولون أنا برفض فكرة الحرب، لأنه صراع السلطة، صراع السلطة لا يؤدي إلى حرب، هذا صراع على المكتسبات. أنا من هون كنت عم بقول، أنا نحن الآن عندما نتحدث عن الفرص، بالرغم من أنا بالنسبة إلي اشترار لسياسات المالية يجب القطع مع كل السياسات المالية التي بدأت سنة 92، ولكن للأسف حتى ما كتير أنا أكون عم علي صافي. الآن في فرصة للإنقاذ، الآن في فرصة بس مش قطع مع السياسات المالية. أنا ميقاتي لن يقطع مع السياسات المالية السابقة، سيستمر فيها على ما هي عليه مع بعض التعديلات. حبيب القلب الرئيس ميقاتي لا يستطيع أن يحدث هذا التغيير.
هذا التغيير. انا الان عم اقول ياتي بمرحله انتقاليه. انا عم اقول لا انا عم اقول لك فهمي انا للانقاذ، فهمي للانقاذ بالدرجه الاولى يجب القطع من كل يعني تلك السياسات. انا برايي سياسات الاستدانه والتعاطي مع صندوق النقد ومع المجتمع الدولي هذا له ثمن سياسي، هذا راي شخصي. بس الآن، الان الان انا عم اقول حتى لا احمل الناس اكثر من ذلك، عم اقول في فرصه للانقاذ، في فرصه الان لفرمله الانهيار، في فرصه الى اعاده انتظام المؤسسات. يا اخي 50% من الازمه مفتعل، مفتعل المحطات بتبيع شوي بال يعني بتعبي شوي على للسيارات وبتبيع محل تاني بالقلانات. كل يعني في غياب لدور السلطه، وكلما تراجعت السلطه المركزيه كلما حالات التفلت باتت اكثر فاكثر. واضح. انا عم اقول في فرصه، في فرصه للانقاذ، في فرصه. بس فخامه الرئيس لديه هذا الحرص، مش مختلفين، رح يقدر نجيب ميقاتي نجيب لديه هذا الحرص. سيستطيع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يشكل، ام انه سيصطدم من جديد بعقبات على سبيل عقبه اليوم الداخليه يلي مستمره ويلي رجعت للمربع الاول؟ اليوم رجعنا للمربع الاول بالمداوره، منداور لا ما منداور، اذا داورنا بدهم شيء على الماليه فلتكن انذاك الداخليه لفريق رئيس الجمهورية. بل لا يعني رجعنا على المشكل. أنا بعتقد رجعنا إلى تصويب الأمور، رجعنا إلى تصويب الأمور. المشكل هو تصويب الأمور، طول بالك العقدة هي تصويب طول الأمور، طول بالك. يعني موضوع المداورة بالمبادرة الفرنسية ما أنا موجود، يعني هيدي الهرطقة، يعني هيدي أحد العراقيل. يفترض أن يكون على الأقل بما أن حكومة 7-8 شهور، يعني هلأ بقي الانتخابات 8 شهور بين هلا ما ركبت وعملوا وزعوا الحقائب وهسه عملوا بيان وزوري وروحوا، يعني اسا بدك يعني اذا كانت الامور ميسره. نعم اذا صارت الانتخابات في ناس بتخاف انه ما تصير الانتخابات ويضلوا الى ما بعد رحيل الرئيس. الانتخابات بموعده، حاجه القوى السياسيه لتجدد تأييد الشعب الى هي حتى الان الاخوه في موعده، مش لانه الغرب بده يضغط، الغرب يتوهم انه في غير الوقائع. حوجة القوى السياسية لتجديد يعني مشروعيتها حوجة اكثر. كل الان الاحصاءات الحقيقية والجدية، هذه القوى قادرة ان تعيد انتاج نفسها، قادرة انه تعيد انتاج نفسها. لذلك انا بعتقد كل ما يطرح الان هو محاولة للتصويب. باي معنى؟ ان تبتعد عن عقد يعني الخلافات. يعني مثلا الحكومة اللي كانت قبل، شو اللي كان مطروح فيها؟ شو اللي كان مطروح فيها؟ لا كان في مداورة ولا شيء، ما هي في حقائب سيادية. يعني الرئيس ميقاتي هو مش مع التصنيف مسبقا. شو اللي بتلائم مع الواقع الآن؟ شو شكل الحكومة اللي بتستجيب بالدرجة الأولى لحاجات الناس؟ هيدي مرونة، هيدي واحد منهم جاي شو اسمه. مشان هيك أنا عمل لك الجواب عن فخونة الرئيس، والرئيس ميقاتي يجيب منه اسمه سلبي كتير منيح، يعني كتير كتير منيح، ولكن بناء الثقة ليس بالضرورة أن يكون يعني الحقائق يعني تفصيل تعتبرها التوزيع التفصيل، وعندما تبنى الثقة على هذه القاعدة يمكن العمل. أنا حتى لما كان بالأشهر الماضية تتعرقل الأمور مع الرئيس سعد الحريري، أنا كنت أقول لو كان هناك في ثقة ما كان في حاجة يصير في خلافات على الحقائب. أنا الآن ما بعرف الشكل، أنا بعرف الجو كتير منيح، المناخ يعني بين الرجلين ممتاز جدا. الآن في حاجة، بس هذا يحتاج إلى تضافر كل الجهود، مش إنه هلأ الكل يتعفف يقول لك إنه أنا ما بدي وبس يبلش الحكي. ما في قوى سياسية. من تقصد هون التيار الوطني؟ أنا أعتقد حتى من تقصد التيار الوطني الحر الذي لا يريد المشاركة، أم ما بعرف الثنائي الشيعي يلي أخذ حقوقه؟ ما يعني من تقصد؟ أنا من شوي كنت عم بسألك سؤال، فيك تقلي بهذا البلد مين سلطة الموالاة ومين المعارضة؟ كل القوى السياسية. بس تشوف أنت في نشاط وحماسة مبادرات عند كل القوى السياسية، هذه أحد المؤشرات الإيجابية. لا فخامة الرئيس وحده بيقدر يزلل كل العقد، ولا نجيب ميقاتي وحده بيقدر ياخذ مسؤوليه الان تشكيل حكومه. نحن في ازمه حقيقيه، نحن يعني في لحظه مفصليه، نحن في محطه فاصله، نحن في مرحله تاسيس لكل هذا الاقليم. هذا يحتاج الى تعاون كل القوى السياسيه. كلما كان هناك
تعاون، كلما كان هناك جهد مشترك هذا يسهل. إنما إذا أنت بدك تقعد يعني تفصل لي إياها، تقول لي هذا إلك وهذا إلي، أنا بقصد كل القوى لا أتحدث. حتى عندما كان في الواجهة الصراع أو الخلاف بين فخامة الرئيس أو التيار الوطني الحر وسعد الحريري، غير صحيح كانا هني واجهات الأزمة. يعني بتعتبر حتى الثنائي الشيعي يمكن أن يتفاوض على حقيبة المالية بما فيه خير البلد، وأنه من حقيبة ممسوكة فقط لطرف واحد انطلاقا من المصلحة العامة ومصلحة يكون في حكومة بهذه الظروف؟ شوف لك شغلة، هو يعني المحاولة الأمريكية إذا بتذكر، رجع لعند أول محاولة مصطفى، دكتور مصطفى أديب، المحاولة هي لما بدأ الأمريكي يتحدث عن بينقص الثنائي، بينقص مثل أنا بالنسبة لي حزب الله مش رئيس بري، لا اثنين سوا بينقزوا، رئيس نبيه بري بينقز من هذا الموضوع. طبعا طبعا ما حدا يعتقد انه رئيس بري اقل يعني هو عنفوان ومواجهه من الحزب، اوعى تفكر يعني لا مش عم نشكك عنفوان يعني رئيس بري ابدا هو اكثر حرصا، هو اكثر حرصا طبعاً. هو يعني على تحصين هذا البلد بهذه المقاومه. حتى انا اخذت على كل القوى السياسيه، كنت أقول لهم أحرى بكم أن تقفوا إلى جانب جبران باسين عند العقوبات بدل ما أنتم تحاولوا تستثمروا هذا للاستقواء عليه. أنا يعني عندما يكون في موقف خارجي حقي، أنا مثل ما قلت، أنا الموقف الأمريكي كان تطويق للمبادرة، أنا لا أحصر يعني الآن ما يجري هو فقط بين التيار الوطني الحر ورئيس بيوتي، هذا غير صحيح. حصص الآخرين الآن اللي عم يتخبوا أو اللي عم يتصيدوا مثل القوات وغيرهم ما بعرف شو، لا، هيدي القوى السياسية كلما تعاونت كلما سهلت وكلما حاولت يعني أن تتعفف وتنقى بنفسها. بس يعني القوات تتصيد، ما هي القوات تقول أنا لا أريد أن أعطي الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، أنا لا أثق بحكومة. ما بيحرك بالشارع اللي بده يحكي هيك، هو بيروح بيعمل معارضة بالنقاوة يعني هو خارج السلطة. طيب بده يحرق الحقائب، عم تقول بيتعففوا، لا حقهم يعملوا يلي بدهم بالشارع وحقهم يتصرفوا على المزاج شارعهم. حقه الان ان يعطي هذه القوى اللي بدها تشارك فرصه، مش ان يكون له موقف مسبق، مش ان يتناغم يعني مع قوى يعني خارجيه. وشوف لقلك شغله، منطلقين من يلي جرب لم جرب عقله مخرب وفلتقي، ما شاء الله كلهم جربناهم، هني على اساس كانوا جمعيه خيريه. طيب ما راحوا على المعارضه، حلوا حالهم وبرموا راحوا على المعارضه. امتى راحوا على المعارضه؟ مش اللي بينط من البوسطه وهي عم تتدهور، مش اللي بيقفز من البوسطه وهي عم تتدهور، مش اللي بينط منها هي عم تتدهور، بيشوف انه الان اذا بيروح الى الشارع ربيحه بالانتخابات. على فكره كل ما يعني يحكى الان عن رفع نسب لهذا الطرف او ذاك، انتخابات شوف لك الوقت بيمر بسرعه، ما تشهر بكره بنشوف. يعني ليس صحيح هذه المراهنات التي عمقت جراح الداخل اللبناني وهو بمواجهة أزمة بالدرجة الأولى، هي كانت أزمة سياسية حولوها إلى اقتصادية معيشية. مشان هيك لا يستطيع لا فخامة الرئيس بكل المرونة ولا رئيس نجيب ميقاتي كلاهما أن يقدم إنقاذا وحيدا، إذا احتاج تعاون من كل الأفرقاء. يعني برجع بقول لك، بقول لحضرتك عم تطلب هون التعاون حتى من الثنائي الشيعي على ما اكتسبوه بالمرحلة السابقة. شوف، واحدة من العوامل التي شجعت الرئيس نجيب ميقاتي أن يقبل هو الحماس لدى كل الأفرقاء، شعورا أنه البلد ما بقى يتحمل. الرئيس بري متحمس؟ طبعا، ليش منه متحمس؟ شوف، الرئيس نبيه بري واكب كل هذه المراحل، عايش يعني كل هذه الأزمات، يعني عاصرها بشكل حقيقي وجدي وفاعل، يدرك شو يعني الخلل بالتوازنات. يجب أن نحن نتعلم من تجارب التاريخ، شعور طائفي دون أخرى بالغبن وبالأحباط مثل ما الآخرين عاشوا بمراحل، هذا يجب أن يعلمنا كيف نستفيد نحن. يدرك الرئيس نبيه بري الخلل بالتوازن الآن القائم هو ضرر، هو يعقد الأمور ولا يسهل. السياسي ما بصير بردات الفعل. هل يعطي الرئيس نبيه بري مدورة لنجيب ميقاتي؟ الان غير مطروح، انت تفتعل. شو شو يعني شو المطروح انت الان؟ بس انت اذا المداوره مش مطروحه، قل لي بس، قل لي شو المطروح. انا عم اقول لك، انا يعني المطروح تبقى الامور كما هي عليه بتوزيع الحقائب كما كانت سابقا. مين معترض؟ مين؟ ما حدا معترض، ما حدا معترض. لا لا،
طب أنا على حال قصة الداخلية كيف تحال؟ قصة العدل؟ أنا طول بالك، أنا ما شغلي، أنا ماني عم شكل حكومي. أنا عم أخذ رأيك، أنا عم أقول الآن، أنت أنا أخذ رأيك، أخذ معطيات. أنا عم أقول الآن، يعني أنا عم أقول الآن الطرح مختلف عما جرى بالتكليف مع الرئيس سعد الحريري أو مع الدكتور مصطفى أديب، أنه يعني حدا واحد بده يعمل حكومة بده يسألك سؤال، عنده أزمة كبيرة، يعني انفجار بالمرفأ وفي كارثة إنسانية، أنه أنا بدي أعمل بس بدي أغير الشكل. أخي أنت كان الأولى أن تسارع إلى يعني النقاط الإيجابية بدل السلبية، أنت كنت عم تفتعل، يعني لما بتيجي بتقلي خلص هيدي هلأ وتتزامن مع موقف أمريكي أنت بتكون عم تعقد. الآن المطروح، الآن المطروح دون التصنيفات، شو الشكل؟ الشكل اللي يتلائم مع حولة وقف الانهيار، هذا الآن المطروح. يعني الحكومة ستنطلق من 24 وزير يلي وضعهم سعد الحريري. ما بعتقد. يعني كيف؟ قبل ما يتكلف الرئيس سعد الحريري، قبل ما يتكلف، كان موقف رئيس الجمهورية واضح. ما هيك؟ كانت الأجواء مختلفة تماما. اليوم في إيجابية، في تعاطف، في فقدان ثقة يا جورج يا حبيبي. طبعا يعني هذا شيء في فقدان ثقة. الآن يعني اللقاء الأخير الرئيس نجيب ميوطي مع فخامة الرئيس قعدوا أكثر من ساعة. هيدي المقاربة ضرورية نحتاجها الآن. أنا لا أريد، يعني أنا ليش بالبداية يعني اعترضت على يعني إعادة استحضار بعض. نحن الآن أحوج ما نكون إلى الالتفاف، إلى التضامن، إلى التعاون. البلد يحتاج إلى حكومة، مع أنه أنا قلت لك بالنسبة لي بالاستراتيجية أنا هالسياسات الأنقاذين ماني شايفها، ولكن على الأقل فرملة الانهيار، إعادة انتظام المؤسسات على الأقل، معالجة أمور الناس الحياتية اليومية. 50% من الأزمة الآن مفتعل في حالة من التفلت، نحن أمام أزمة أخلاقية. على الأقل في حرص عن شخصية وطنية كبيرة فخامة الرئيس، وحرص أكيد عند جبران باسيل أكيد، يعني وفي حرص عند الرئيس نجيب ميوطي. يجب أن تتعاون كل القوى السياسية يا أخي على الأقل ليهدوا البلد. لما قلت لي قبل ما اروح الفاصل، لما قلت لي حرص عند الوزير جبران باسيل، طبعا عنده حرص اكيد. هون عندي سؤال. مقتنع انه الوزير باسيل لن يتدخل في عملية التشكيل لهذه الحكومة ولن يشارك كتيار وطني حر؟ يا اخي نحن شو، نحن عم نحكي عن السويد، كان الاستهداف له واضح، والاستهداف انا بعرف على خياراته السياسية، لذلك احيانا الهجوم عليه بهذا الحجم مش اللي دخلوا مؤخرا بدائرة الاستهداف اكثر هو الثنائي الشيعي، لما طلب منه المشاركة بحكومة سعد الحريري بوقت كان هو لا يريد هذه المشاركة من اساساتها. شوف مش هيك يعني اسمه، انا عم اقول شخصية وطنية يجب ان يكون له مشاركة، يجب أن يكون له، هو رئيس أكبر كتلة يعني بالآخر. ما بيصير ما حدا يستشير غلط، ما بيصير يعني ما كان في السابق، يجب أن ما نسقطه الآن على ما يجري. وصار في عشاء بين طبعا وجبران باسيل، أنه جبران باسيل لا يريد المشاركة بهذه الحكومة، والثقة ولكن ليس بالمعنى السلبي يا أخي، ليس بالمعنى السلبي. بكل الحالات يتولى الآن فخامة الرئيس يعني خليني أقول التشارك بتأليف الحكومة، إنما الاستفراد بهذا الشخص أو ذاك هو مقاربة خاطئة. يعني أنا لا أعتقد بيقدر طرف واحد أن يعيق الآن هذا التعاون. هذا حكي منه صحيح، هذا الحكي منه صحيح، إلا إذا بقيت القوى السياسية مثل ما اتعففت إنه هي ما بدها، وهذا غير صحيح. كلما يعني هذا التعبير جلست على التل بتكون تتربص، بالعكس الآن مطلوب تعاون كامل. في فرصة شي مرة يفكروا بس مرة واحدة تعاونهم مع بعضهم بيعود بالنفع على البلد مش عليهم. شي مرة يفكروا يعملوا حكومة انقاذ، رؤية واحدة وطنية دون ان يفكروا بالتحصص بس مرة. بس هون تعاون الرئيس نجيب ميقاتي سيكون انطلاقا من مندرجات الاتفاق اللي تم مع نادي رؤساء الحكومات السابقين. ممكن الرئيس نجيب ميقاتي بلحظة وطنية معينة يخرج عن هذا الاتفاق ويقول يا جماعة هون مش ماشي الحال، انا مضطر لاني رئيس حكومة واتحمل مسؤولية انه دور زوايا على طريقتي الخاصة او ألزم بهذا الكادر. صديقي ليست المشكلة عن نادي رؤساء الحكومات،
انا ما عم بحكي انه على النادي الرئيس الحكوميات، بس انا عم بقول انه عندما تم تسميه نجيب ميقاتيها وهذا النادي هو اللي سمعه الرئيس نجيب ميقاتي. الرئيس نجيب ميقاتي كان له موقف سلبي من الرئيس سعد الحريري بالتسويه 2016، اعتبر هناك في مس بصلاحيات رئاسه الحكومه. يعني عندما نعود، لانه انا انت لما بتشجعني انه هو سيلتزم، ولا كل ما كان بالاشهر الماضيه ردات الفعل، اي الرد على الرد الان يجب ان لا يكون مطروح. عندما نحن الان نحرص على الصلاحيات، نحرص على يعني يعني المقاربات الحقيقيه الواقعيه، ما بنوصل لمشكل، ما بنوصل. ربما يكون هناك الان ضغوطات خارجيه غربيه، هذا يتطلب مزيد من التماسك الداخلي. يعني على سبيل المثال، انا برفض انا منطق العقوبات انه الاوروبيين عملوا الاطار، انا برفضه. رح ابحث فيه بعد الفاصل هذا الموضوع، انا برفض. لذلك كان نتيجه فقدان الثقه، كل طرف يعتقد بانه الاخر عم يمد ايده على حصته. الان البلد كله ما عاد في حصه، على ماذا نتقاتل؟ ما عاد في حصه بالبلد. البلد الان يحتاج الى ان نرتقي جميعا الى حدود المسؤولية على الأقل رأفة بالناس. يعني رئيس نجيب ميقاتي اليوم حر وسيدور الزوايا كما يرى مناسبا. رح روح على فاصل ومن بعد أتابع هذا الحديث مع المحلل السياسي الأستاذ سمير الحسن. نعود إلى حوار اليوم. أستاذ سمير، إطار العقوبات إطار العقوبات يلي مبارح وضعه الاتحاد الأوروبي يؤسس لماذا؟ إذا كانت فرنسا اليوم جادة وتريد حكومة ولديها فعالية، أن تخرج أوروبا بعقوبات، هذا الأمر يعني فرملت عملية التأليف. يعني أو خليني أقول على الأقل، يعني هذه الطريقة غير مجدية، وهي الآن استنساخ يعني عن العقلية ترامب. يعني بدأ بحالة من الهستيريا في العالم كل ما شو اسمه. أنا بعتقد إذا لم يكون لديك قدرة على الإقناع يعني بالتهديد وبهيدي الطريقة، ما بعتقد هي فعالة. أنا على الأقل برفضها يعني أنا بالكامل. أولا، لماذا لم يكن هناك حرص أوروبي فرنسي في السابق جدي يعني فعلي؟ لماذا كانوا دائما منحازون يعني بسياساتهم؟ وحتى يعني أغلب الدول كانت تقدم مال سياسي، يعني ما كنا نشوف نحن في حرص على المؤسسات، في حرص يعني أحيانا بالاختيارات، يعني هذا إلي وهذا شو اسمه. أنا ما بشوف فعالية، لأنه سبق للأمريكان عملوا عقوبات على مرحلتين. المرحلة الأولى بفترة تكليف دكتور مصطفى أديب، ثم مع الرئيس. يعني تعرقل؟ يعني مسارة هو المزيد من العرقلة الحكومية؟ لا تشجع. يعني أنا إذا بتهددني بدك تعمل علي عقوبات، أنا بتشدد. بس ليش هذا التوقيت؟ يعني هذا التوقيت غريب، عندما نحن بأجواء حكومية إيجابية، توقيت وضع إطار للعقوبات. ما رحنا على العقوبات بس حطينا إطار عام، ويشير إلى رغبة الغرب الاستمرار بالضغط على لبنان، وهذا يتجلى بالسلوكيات اللي عم نشوفها نحن بالتعاون مع بعض الجمعيات تحت مسميات مجتمع مدني وما شابه ذلك. تغيير الواقع بهذه الطريقة ما كان فعال. يعني أنا حتى الحماسة شفتها بأربع آب عندما حدثت الكارثة الكبيرة، تلك العاطفة الجامحة باتجاه البلد. علما كل السياسات السابقة كانت تشجيع للطبقة السياسية وأعطاها كل ما تحتاجه، وكأنه لإغراقها. يعني يعني حتى بفترة من الفترات الصورة التي قدم فيها رياض سلامي، يعني هو قدم من الغرب يعني أكثر مما يعني هون بالداخل، فجأة يبدأ الحرص. أنا منطق هيك الاستعمار ما برفضه بشكل كامل. أنا لا أعتقد أنه هذا الموقف بيشجع، بالعكس. يعني أنت تحت
تحتاج إلى حكومة تحظى بإجماع وطني داخلي تعاون، مش تحددوا يعني إنه بدك تركب له يا تركيب. فإذا هناك أهداف أخرى. بس قبل اسمح لي، طالما رديتنا للحكومة بعد عندي سؤال بهذا الموضوع يتعلق باللي قيل امبارح عن إمكانية أو عن طرح الرئيس نجيب ميقاتي للثنائي الشيعي بمبادرة المالية بالداخلية. ليك انا اذا بدي اخذ على حكي الصحف يعني على الاقل ادعي انه 95% ما هو صحيح. لا انا بدي هيدي المعلومه حضرتك، ما عندي معلومه، ما عندك معلومه، لا اعتقد. بس انا بعرف حتى الان كل ما يجري بالتشاور مع فخامه الرئيس هو يعني خليني اقول تصور اولي لكيف ممكن تكون، ونقاش حقيقي وجدي وصادق يعني. والرئيس رئيس ميقاتي عكس الصورة كتير مرتاح يعني بالتعاطي معه، في حكي جدي فعلي يعني هذا ممكن هذا من ممكن شو اللي ممكن. الآن يجب أن يكون البحث بدون التصنيفات. يعني واحدة من الأخطاء حكومة تكنوقراط، يعني أنت على أساس عندك مونديال وعم شو اسمه بلد عنده أزمات سياسية، بس اللي قال يعني حكومة تقنية ورئيس نجيب ميقاتي اللي قال وتحدث عن حكومة تقنية تكنو سياسي تكنو سياسية. هلأ حاليا بالمرحلة السابقة كان يريد ما قال تكنوقراط، بس حاليا يقول بتقنية، حكومة تقنية. بس ولكن ليس بالضرورة انه ما تكون سياسية. كيف يعني تبه. يعني التقن السياسي هو شوف هو الان يقول مين شوف انا عنده هيدي المواصفات، يمكن يكون شخصية سياسية من طرف ما يمتلك يعني مواصفات قادر على المعالجات وجديا. مش عم بصعب الموضوع هون لما يحكي عن تقنية بظهر صعب سياسي. صعب عنده كيف تحظى هذه الحكومة بتعاون يعني أو تكون محاطة من الجميع. الآن من يفكر بالإنقاذ يجب أن يكون مش بالإنقاذ، من يفكر بفرملة الانهيار يجب أن يكون واقعي، هو شخصية كتير واقعية يعني. لذلك ما يعني يجري الآن والمسارعة يعني الاستعجال أنه هني مفكرين أنت عم تعمل يعني حكومة عند حزب البعث يعني نجيب حطهم يعني في قوى سياسية يعني في قوى، وخاصة الأشهر الماضية التباينات وخاصة مع الأزمات حولنا بالأقليم بالمنطقة. يا أخي نحن يعني ربما بالمرحلة الجاية بحاجة إلى إعادة تعريف يعني حتى المفهوم الوطني عند القوة. الخلافات ليست تباين، خلافات كبيرة، مش بهي البساطة أنت بتقدر تشكل حكومة سريعة. بس ولكن الاستعداد هو لبذل مزيد من الوقت، نحن شفناه يعني طلع ثلاث مرات يمكن، هيدي من خلينا نقول المؤشرات هو نشيط دينامية عالية. سيحمل التنين معه تصور جديد بناء على ملاحظات اللي تقدم فيها الرئيس عون، حيكون في تصور بعد يعني بين الخميس والتنين في 4 أيام تقريبا قطعوا، ولابد أن يكون هنالك من جديد ما لدى الرئيس نجيب ميقاتي. بعتقد هو وضع تصور أولي يعني، وصار في نقاش لأنه قعدة الجلسة شي ساعة أكثر من ساعة، ساعة وعشر دقائق بعتقد، معناتها صار في حديث مطول. شوف أنا بتقديري لما بيكون في مش انسجام تعاون تصبح مسألة التسريبات متعذرة. لذلك أنا أعتقد في حرص من فخامة الرئيس ومن الرئيس نجيب ميقاتي أن لن يكون هناك تسريب كما يعتقد الآخرين، أنه لا وزير فلان لا كذا. أنا بعتقد مش هيك النقاش. النقاش بالدرجة الأولى هو بناء ثقة. ببناء الثقة يلتزم الرئيس نجيب ميقاتي موضوع التدقيق الجنائي الذي يريده طبعًا رئيس الجمهورية لمجلس العون. طبعا هيدي مسألة كمان منا منورة، يعني التزام كامل بهذه بهذا البند الأساسي بالنسبة لرئيس عندما الجمهورية. عندما تكون هناك ردات فعل وانكيات وكيدية بصير كل واحد، إنما هذه مسؤولية وطنية لن يستطيع أحد أن يتجاوز هذه المسألة. بالآخر ما أصاب البلد ما وصل إليه يجب أن تسأل هذه القوة، ما بصير بالآخر يعني. طبعا يوافق عليه بس الآن خليني أقول أنا فيك تكبر حجرك أنت يعني هالقدي، وفيك تقول يبدأ الإصلاح مش الإصلاح، يبدأ الإنقاذ مش الإنقاذ. شو بدك؟ بدك عم تفتش لك كلمات. وقف الانهيار. وقف الانهيار بخطوة يجب أن نبدأ بخطوة على الأقل إعادة انتظام المؤسسات، وقف التهريب،
منع الاحتكار على يعني هولي قبل التدقيق. أنا شوف هيدي لازم تكون خطة كاملة متكاملة، لازم تكون خطة، بس أنت قبل ما يكون في عندك حكومة، قبل ما يكون عندك أرضية، قبل ما توقف على إجراك، كيفك تبلش؟ كثير هين على فكرة اللي بيروح هيك بالاستراتيجية بكبر شعاراته وعناوينه. هذا مش موضوع تدبير شعارات، مش موضوع تدبير شعارات، بعد في ست أشهر وأقل لتنتهي المهلة اللي موضوع على رفع السرية المصرفية على سبيل المثال. في عقد ناطرين ألفاريز أند مارسال تنشوف كيف بدنا نرجع نوقع عن جديد. تعقيد الأمور بهالطريقة. في نقاط موجودة. تعقيد الأمور، تعقيد الأمور. أنا عم بحكي يمكن لأنه أنا حياتي العملية أكثر من الأكاديمية. من أين نبدأ؟ الآن السؤال، أنت فيك تحط عناوين كبيرة مثل ما هني بيحكوا كل على أساس كرنفال، من أين نبدأ؟ إذا ما فيك تأمن أنت كهرباء، إذا ما فيك تأمن ماي، إذا ما فيك تأمن مازوت، في تصور أمن على الأقل إعادة انتظام المؤسسات الدولة. بس في اليوم لما نحكي عن حكومة هذا الوضع لازم يكون عندها مشروع معين، في تصور يبقى لحلحلة بعض النقاط الحياتية الملحة على الناس. صديقي لما بيكون في ثقة، في تعاون، هذا مدخل إلى الاستقرار السياسي. استقرار السياسي، بس بدنا تصور. يعني مرة نأتي برئيس الحكومة من دون أن يكون لديه تصور. أكيد في تصور، بس أنا عم أقول لك وجهة نظري الآن أمام هذا الواقع. من أين تبدأ؟ من أين تبدأ؟ يعني يجب أن تبدأ بخطوة. فيك تحط عناوين، فيك تعمل أنت هلا مشروع إنقاذي 500 صفحة، وفيك تجيب صفحة. نبدأ الآن نحن بوقف الانهيار، بإعادة انتظام المؤسسات. المؤسسات تحتاج إلى حكومة، الحكومة تحتاج إلى استقرار سياسي، الاستقرار يحتاج إلى تعاون بين القوى. لما بيكون لدينا رؤية واحدة حول الأنقاض بنشوف حاجة البلد، مش بتزيد علي وبزيد عليك شرقا وغربا. مين بيساعدني بشروطي بكرامتي بسيادتي؟ بما فيهم روسيا والصين وكل هذه الدول. يا أخي أكثر منه محصور نجيب ميقاتي بالخيار الغربي. يفترض، ما بعرف، بس يفترض يعني أن يكون أمامك أنت خيارات. طيب إذا كان يعني لنقول دولة ما بدها تساعدني، شو بعمل يعني أنا؟ شو بروح على إيران؟ بضل يقبل نجيب ميقاتي يروح على إيران؟ لا انت يعني عم تسالني لي انا بالعريض اللي بروح على ايران؟ انا لا انا عم بسالك، انا عم بسالك للي بيساعدني. الان في دول، الان في دول اخي بتساعد بعضها، بتوقف حد بعضها. بالدرجه الاولى بنعود يعني بنرجع للمعالجات، قلت لك بما هو متاح. اذا كان دولي ما بدها تساعدني مثل حكايه المريض، واحد مريض وما بدك. إذا أنت بس هذا الخيار الصعب. بس شكله خيار يعني الصعب. الخيار الصعب اليوم هو انك شو؟ تتوجه على سبيل المثال ليش؟ شرقا بهذه ليه؟ المرحلة شو الضرر؟ أكبر حجم استثمارات بين أمريكا والصين. ما بدك تحظى على اتفاق داخلي من أجل بناء أرضية للتوجه شرقا. هو يتركني استقر بلاقي ميت أنا شو اسمه؟ إنه شو هنحكي يعني؟ بس هذا السجان في لبنان بيمنعني أعمل كهرباء. هذا السجان في لبنان على قده نجيب ميقاتي لهذا السجان. هلا هي مسؤولية نجيب ميقاتي ولا كل القوى السياسية؟ طيب هذا العبوره يعني بدك تحط أرضية تقدر تتقدم. عشان هيك عم أقول لك نبدأ بخطوة. كيف وقف الانهيار؟ أنت بترجع بتشعب لي إياها. اثنين، إذا حدا أخي لما بصير في دولة بصير فيها فيضانات بتشوف المساعدات الإنسانية من كل الدنيا. وضع هالشروط، محاصرة لبنان، استمرار هذا الضغط، حالة الرفض، المنع. طيب يا أخي أنت أمريكي ليش عم تفاوض الإيراني؟ يعني أنت ليش مسمح لك وأنا ممنوع علي؟ أنت لا عم تفاوضه، أنت عش عم تفاوضه على النووي ولا على ملفات المنطقة؟ أنت عشو؟ هو القوي، أنت الضعيف. لم نعد ضعفاء بأي معادلة. هلأ ما تقول لي سلاح حزب الله هو الغير المعادلة. لم نعد ضعفاء. بلا، نحن بخلافاتنا، بسجالاتنا، بمشاكلنا، بكل شيء عم نعيشه ضعفاء. بالرغم من كل ما يشوب هذا البلد من هذه التناقضات، لبنان واحد من أهم الساحات اللوجستية في المنطقة، وإلا ما كان هذا الاهتمام. إجا الفرنسي بس غير قادر على المواجهة، يعني قادر على الصمود، بس مواجهة ما عنده إمكانية المواجهة. قادر على الصمود عندما يكون لدينا نحن استقرار سياسي في قدرة على تطويره باتجاه التعاون. بتعرف انت اذا بتعمل دورة حياة اقتصاد كاملة لبنان سوريا الاردن العراق عم تحكي عن 80 مليون. يعني الان الخروج من عقلية الرهانات
الآن، والتهيب الغربي، تهيب يروح بلطو البحر، هي أفغانستان، هي أفغانستان. ومش مثل حكيت مع ميروجو أنه طلع الأمريكي وبده يستخدموا أدوات، لا، روح على الخيار الصيني الروسي، لأنه لا يتهيب، ومن يخوض معارك وطنية ما بتهيب، بشوف حاجة البلد، بشوف حاجة ناسه أهله، مش دائما بالاتزاز. كل الرهانات على الغرب من 58 ما مش مقتيم حدا، لم تكن واقعية، لم تكن واقعية. أنا أعتقد بالدرجة الأولى تحسين الساحة اللبنانية الداخلية يكون عبر التعاون بين كل القوى السياسية، وهذا بيعطيها نوع من الاستقرار السياسي. على الأقل بيصير قدامك أنت هامش أنك تناور من تعرف شو قوته لأردوغان بتركيا، حيويته باستثمار الجغرافيا، واقعه بيبتزن كله، يعني هاي الحيوية السياسية نحن لدينا. انه انا ليش بده كل شوي يهددني، ممنوع تنقب عن النفط، وممنوع ممنوع، هو مدخلني داخل معادلة تأمين يعني حاجاته وحاجاته. اسمح لي، في شيء آخر ممنوع ما بعرف إذا الرئيس نجيب ميقاتي قادر أنه يقوم فيه، على علاقة بسوريا. لا، منو على علاقة للأميني، لا عم بحكي الموضوع على علاقة بسوريا. يعني هل يذهب نجيب ميقاتي باتجاه سوريا مع بدء فتح الأبواب أو أكثر الحديث عن إعادة أعمار سوريا، عن الصلحة بين سوريا والمحيط العربي، عن موضوع النازحين؟ جورج، هو موضوع شخص ولا إجماع؟ هو موضوع شخص ولا إجماع؟ لا، هو موضوع إجماع. إجماع، عندما يكون هناك إجماع قادر قادر يصنع هذا الإجماع. لما يكون هناك في إجماع قادر يصنع، أي يكون الشخص، لما يكون في هناك إجماع، إجماع وطني، إجماع حقيقي محصن بالداخل، أنه نحن الآن في ضرورة، مثل ما حكي الرئيس سعد الحريري أنه الطاقة بتجي من مصر على الأردن على سوريا، ما حكي هيك؟ إيه؟ عندما يكون هناك إجماعا وطنيا تتجاوز كل تلك، مش مختلفين بس سعد الحريري حتى لو هو كان شكل من أشكال عرقلة هذا الإجماع، لما كان يرفض، حتى لو اجتمعوا الكل وقالوا له أنت رئيس حكومة وعليك الذهاب إلى سوريا، ما كان ليذهب إلى سوريا، لأنه كانت مشكلة، لأنه بقية القوى الثانية بتزايد عليه، اللي بعده عايش بهذا الوهم تبع الرهان. أي قوى أخرى؟ في كثير، في كثير قوى. بس اسمح لي، مين؟ وليد جنبلاط؟ مش وليد جنبلاط بعده عم بيراهن على أبرزه، يمكن هلا شوي، ها يعني نائب يحوله هلا شوي، يعني في القوات اللبنانية هذا حزب موجود اليوم بصفوف المعارضة، حتى نجاوب اختلف الأمر. شوف، حتى نجاوب صح، عندما يكون هناك إجماعا وطنيا ويدفع باتجاه الاستقرار السياسي، يصبح رئيس الحكومة يترجم سياسات هذا الإجماع، يترجم، مش منطر بعض حتى نزيد على بعض. إذا راح طرف، من الطبيعي، من الطبيعي دول الجوار، دول الجوار بتعيش مع بعض، تتعاون مع بعض، هيك هيك عادة، يعني مش بحول أنا الخلاف السياسي إلى أزمة بين الدول. ومن الـ 2005 حتى الآن كل هذه المقاطعات كان لها مدلول إيجابي ولا كان سلبي. نحن الآن نحتاج إلى إعادة النظر بكثير من السياسات الخاطئة. بس تنكون واضحين، كل مرحلة وإلى ضروريتها وحاجاتها. كويس، 2005 كانت مرحلة العداء الكامل من بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كان هنالك شهيد وكان في غضب على سوريا وكان في احتلال، خرج الاحتلال. يعني 2000 من بعدها سنة 2011 كان في حرب. كل فترة إلى ظروفها. شوف، كل فترة إلى ظروفها، ولكن يجب أن نفصل نحن دائما بين الخلافات بين الأنظمة وبين الدول، الشعوب. خليني أقول لك، أنا الآن تجاوزنا هذه المرحلة، حتى الشعوب كان في اختلاف بين اللبنانيين والسوريين، وكان يعني في أعتقد نقمة لبنانية على السوريين، ما بدنا ننسى هذا الموضوع. غريب ما هذه الدول عندما تتقاطع تدفع الشعوب، يعني عندما كان هناك التقاطع السعودي السوري الأمريكي، يعني كان الكل تحت التدجين، وعندما افترقا فجروا كل التناقضات وتقاتلت الجيش. بس حتى يعني كمان يعني اذا بدنا نحكي عن لبنان، لبنان عنده مشكله كانت كبيره مع سوريا تتعلق بالاحتلال، بالتالي انفجر الموضوع ما حدا حرضنا، يعني عم بقول ما انت بحضرتك تعرف، ما حدا حرضنا ابدا على سوريا ولا على السوريين في واقع. كان عم اقول لما كان في تقاطع، لما كان في تقاطع الامريكي السوري لازم يعني
شكلنا رح نرجع نتلزم. ما بعتقد استحضار شوف لك الحقب هيدي غير واقع. يعني انا سمعت كثير هيك حكي، ما في مرحله تشبه مرحله تاني. انا عم اقول الان انت تتحدث في عوده سورية على الساحه اللبنانيه، على الساحه اللبنانيه حكي غير واقعي. شوف حكي غير واقعي، يعني اذا بتشوف انت كيف يعني جرت الاحداث من 76 عندما دخلوا، يعني في شيء مختلف تماما. في بعض الناس اللي معه شو هذيك المراحل بيقروا هيك، يعني قروا كام كتاب وكذا بيفكروا اليوم فيهم يعملوا نفس. يعني جاءت يعني تلك المرحلة عبر التدخل العسكري ولم يكن السياسي، الآن هذا غير متاح. الآن في تبدلات حصلت، ما هو صحيح هذا الحكي، يعني ضربا من الخيال. هذا بيقول لي إمارة بالشمال، هذا بيقول لي حكي، يعني وكأنه هناك من يريد أن دائما يعكس صورة قاتمة سلبية لاستمرار هذه الحرب النفسية على الناس. الحكي ما هو صحيح هذا الحكي. بكل الحالات نحن الآن نتحدث، لن يستطيع أي شخصية أن يتفرد بقرار، إنما عندما يكون هناك إجماع داخل الحكومة داخل كل المكونات السياسية هذا البلد. خيي هلا تعال لي في فكرة أن الكويت بتعمل لي الكهرباء، تيجي بيزعل الأمريكي، بيزعل الفرنساوي، بيزعل الروسي، يزعل بدي كهرباء، تستفيد بالدقايق كلنا بدنا كهرباء، ويبدو الوضع الى تأزم بعد بانتظار الفيول العراقي. تستفيد من الوقت بعد عندي دقائق معدوده. حرب العرائض، يعني بين عريضة المستقبل واقتراح المستقبل برفع الحصانات كاملا، وبين اقتراح التيار الوطني الحر، في حرب قائمة بين الطرفين بذكرى 4 آب. ماذا عن هذا الموضوع؟ كيف سيكون الوضع مع طلب غالبية اللبنانيين برفع الحصانات، ما حدا أغلى وأهم من دماء الشهداء اللي سقطوا؟ لا شك ما حدث كان كارثة وطنية، كارثة إنسانية، كارثة أخلاقية. ما جرى هو تعبير عن عجز الدولة عن التفكك والتحلل بتلك المؤسسات. يعني أنا أعتقد كان من الخطأ أن يبدأ الإعلام منذ اليوم الأول بحملة كبيرة جدا، وهذا أعاق أنا أعتقد عمل القضاء. يجب أن نترك هذا الموضوع إلى القضاء دون الاجتهادات، دون المزايدة، دون ردات الفعل. هو متروك للقضاء، بصير موضوع رفع حصانات، يعني هذا الأساس. إذا بتريد يعني فخامة الرئيس يعني أوضح تعبير يوم أمس، ما بعتقد بقى في حدا يعني ما هيك. فخامة الرئيس امبارح قال أنا يعني ما هيك، ما بقى في بقى يعني أنا مستعد للمثول أمام. أنا ضد الحديث، أنا ضد الحديث، أنا وأخذ على الكثير من الإعلاميين تدخلهم بهذا الموضوع. وأنا بعتقد منذ اليوم الأول في عملك في حرب موجودة، كل واحد بيقدم حصان خطأ، وعنا عريضة ضمنية من مجموعة من النواب. كان يجب أن يترك هذا الموضوع للقضاء دون هيدي الهمروجة الإعلامية، منو شغلة أن يحولوها إلى قضية إعلامية وهي يعني قضية وطنية. كان يجب أن يكون هناك حرص على هذا الإعلام، أو النواب كان لازم يكون عندهم هذا الحرص. كلهم هذه مسؤولية، يعني الإعلام ينقل، النواب يفتعلون. جورج هناك في قوى سياسية تستثمر بالإعلام منذ اليوم الأول. أنا أعتقد أضر بقضية يعني المرفأ، هناك كارثة يجب الناس يعني أن تعلم بالآخر من تسبب فيها بدون شك، ولكن يجب أن لا نتحول نحن إلى قضاة وإلى ما بيصير. يعني هذه الجريمة الكبيرة، الناس دفعت ثمن كبير من أبنائها وممتلكاتها وأرزائها، ولكن الاستثمار بهذا الطريقة يضر بالقضية. أنا ضد، يعني تسألني عن موضوع بالقضاء أنا ما بفهم فيه، غلط أنا أحكي بقضاء بموضوع بالأمن أنا ما بفهم فيه. يعني منذ اليوم الأول كان هناك محاولة للاستثمار، وهذا خطأ وأضر فيه. يعني يجب أن أيضا أن يكون هناك يعني في تحمل مسؤولية باتجاه الضحايا، باتجاه الناس، يعني وليس أن يكون هناك استثمار.
استحضار الماضي، طرح بعض العناوين، الرهان على تغيير بعض الوقائع لطرف تراجع من هون بده يعوده من هون، لا يصح. دماء الناس أغلى بكتير من أنه تدخل بالبزار السياسي، دماء الناس أغلى بكتير أنه تدخل في بزار الإعلام. أنا حريص يعني أنا على يعني دماء كل احترام لهذا لا الحرص. أريد يعني على كل حال نواب الأمة الكرام أدخلوا بهذا البزار وقاموا بكل الحالات يعني ما أقدم على امبارح فخامة الرئيس، أنا بعتقد هو طبعاً اللي وضع السقف الحقيقي يعني، وأنا بعتقد الكل حريص يعني على الحقيقة، ولكن نعم يجب الحقيقة الابتعاد، لأنه ما جرى من 2005 تلك أيضا التجربة يجب أن لا تتكرر. أي سيناريو لأربع آب؟ يعني أربع آب أهالي رايحين بعفوية تامة يروحوا يحضروا حقهم. أي سيناريو من بعد؟ أخي هذا المرفأ حتى غضب المقدس، تعرف اسمح لي، حتى غضب المقدس ما حدا فيه يواجه غضب، بس ما حدا يستثمر له. هذا المرفأ لبنان، هذا لبنان الصغير، المرفأ كل أبناء المناطق الطوائف يعملون في هذا المرفأ كلهم، هذا لبنان الصغير المرفق يجمع كل لبنانيين بقلبه، ما حدا يحاول يزيد عبتيني ويستثمره، يستثمر بدماء الناس، هيدي دماء مقدسة، يجب أن يكون هناك حرص على أن لا تدخل هذه الدماء في هذا البزار، حرص، هيدي مسؤولية وطنية. ونأمل على كل حال أنه يقطع نهار أربع آب بأقل الأضرار الممكنة. برأيك رح يكون في استثمار في لهذا النهار؟ يوميا هناك محاولات للاستثمار. لا بس شرارة يعتبر البعض أنه شرارة الانتفاضة الجديدة هي ستكون بأربع آب. هذا التهويل غير واقعي. الناس يعني خاصة اللي دفعوا هذا التمن من ضحاياهم لديهم مسؤولية كبرى، وهم أرقى بمسؤوليتهم من كل المحررين وكل السياسيين. لا أنا ما بعتقد هذا يوم حزين. هذا اليوم هو يوم الوفاء لهؤلاء الذين دفعوا. بتعرف أغلب هذول الضحايا عمال بيعيشوا يومي هذول، يعني يجب احترام تلك الدماء. ما بعرف شو بدي أقول عن هذا الموضوع. على كل حال أربع آب لنظيره قريب، ومأساة أربع آب ما حدا بيقدر ينسيها. بعد عندي فقط هيك خاتمة معك تتعلق بالمرحلة المقبلة، تعتبرها سوداوية ضبابية أو مريحة أكثر؟ كل الحديث عن المناخات السلبية، كل الحديث عن المناخات التهويلية غير واقعية. كل المنطقة دخلت مرحلة متقدمة من التسويات. ربما السخب الآن هو نتيجة التفاوض، ولبنان أنا أعتقد أحد الدول التي تتأثر سلبا وإيجابا. ربما تأخرت الانعطاف في المنطقة أو في الأقليم، أو ربما التداعيات الإيجابية تأخرت، ولكن أنا أعتقد نحن قد نكون أمام فترة لا تتعدى الأشهر من هذا، حتى نهاية شهر أيلول يقال تكانت ركبة الأمور يعني، وكل المؤشرات تؤكد فيما بعد سندخل مرحلة متقدمة من يعني لا حكومة قبل أيلول. لا أنا عم بحكي عن الاستقرار العام. أنا على المؤشرات الإقليمية والدولية. الحكومة بأمل أنا وبتمنى أنا والكل بيتمنى وحاجة أن تكون هناك حكومة سريعة. أنا عم بحكي عن الاستقرار، إنه كيف ممكن يعني ندخل في مرحلة من الإنقاذ. أنا بعتقد من الطبيعي ما جرى في الإقليم من اضطراب أدى إلى تفجير التناقضات سينعكس، يعني عندما هناك يبدأ الاستقرار سينتقل لهان، ولبنان لديه قدرة كبيرة كتير على النمو السريع. ليس صحيح أنه لبنان خاسرة أو ساحة رخوة ممكن أن تكون يعني في مرحلة حرجة أو تنزلق إلى فوضى أو ما شابه ذلك. بالعكس أنا أعتقد نحن دخلنا بمرحلة أو يعني على الأقل ممهدة إلى الإنقاذ. شكرا لك المحلل السياسي سمير الحسن على هذا الحضور إلى الـ OTV. طبعا يبقى الشكر للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.